أنا ما بعتقدش أن الحب له لسن ولا دين ولا لون ولا بشرة ولا جنسية، بالرغم من أنا نفسي في معلومة بالمجتمع واضحة، معلومة واحدة واضحة. لا يعني هل أنا يطلع علي أنا برتبط بشاب أصغر؟ لا ده غلط، أهو دي معلومة. طب جوزك الحالي أصغر منك؟ حياتي الشخصية خلينا أصغر ولا أكبر؟ ما فيهاش حاجة. كبير جدا. أكبر منك؟ كبير يعني زي توت عنخ آمون كده كبير، والله عنده 800 أصغر منك. لا لأني بقيت لك أصغر مني يا شرير يا صغير. لا 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 جوزي أهم شيء الست لما ترتبط ترتبط بشخص يعني متوافقين مع بعض. يا ما بتلاقي بنات صغيرة متجوزين ناس كبيرة، وأنا والدتي كانت فرق كبير بينها وبين بابا، مش كتير يعني 13 سنة مثلا، وكتير متفقة معه هي ست واعية اسم الله ورشيدة وحكيمة. أتمنى كنت وردت حاجة عنها. قالوا عنك إن رزان مغربي ما لقيتش لحد دلوقتي الراجل اللي يشكمها. أنا أظن إن أنا إلى حد ما قريبة من شخصيتك، شخصية independent مستقلة، بننسجم مع الطرف الآخر من دون ما نلغي نفسنا. ما علقتيش يا رزان، قولي لي في راجل شكمك ولا ما فيش؟ لا لا أنا لأنه ما كتير بحب الشكمان. اسمه الشكمة. الشكمة ما بحبها. الشكمان ده حاجة تانية. بالضبط. بس أنا بحب إنه أكيد بحب أسعده وبعرف القصص اللي بيضايقوه، حتى لو أنا مقتنعة إنه هني ما لازم يضايقوه بس مرات بسيره. طب إذا واحد مثلا ما بيقولش أي حاجة لرزان وبيسيبها تلبس زي ما هي عايزة وتكلم اللي عايزة تكلمه وترجع وقت ما تحب، هل الراجل ده بيعجبك؟ بس أنا ما بعمل هيك يعني بصرف النظر. لا أكيد لا. أكيد لا. طب قابلتي الراجل كنت انسجمت مع ناس حبوني ببريطانيا مثلا. في ناس كتير انعجبوا فيه، أنا كنت عم بدرس ببريطانيا وعايشة ببريطانيا وبشتغل ببريطانيا. أيوة. لقيتهم كده. لا بالعكس أنا زوجي من مصر. ف مصري وشرقي. أي. ومن حي يعني بوجهة حي كتير كبيرة. من حي إيه؟ حدائق القبة يا ولد. يعني عرفتي؟ أجدع ناس. بالظبط. فأنا بحب. لا بالعكس طبعاً. الشخصية المصرية شخصية، بس هو عنده المعادلة الصح. طيب ده يبقى بيشكمك يا رزان. لا ده. والله أبدا يا بسمة. لو تشوفي أدي لذيذ. مش قاعدة معايا بنقاب ومقعدك في البيت. لا لا منه هيدي الشخصية أبدا لا. بالعكس رجالة حدايا القبة جامدين جدا بس يعني. بس هي شو الجمودية عند الراجل؟ إنه يحتوي الست يفهمها. أنا إنسانة بشتغل دايما معي ناس طبعا، يعني الحمد لله الشخص اللي بيسوق فيه أنا ما بعرف سوق بمصر كتير بيكون موجود. بس مثلا حركة مثل حركة إنه عملت له هيك لأحمد، بالعكس وبيعرف أحمد كتير منيح وعم بيعرف يعني حتى لو ما بيعرفه هو بيعرفه. يعني أقدر أقول على زوجك الحالي بيشكمك؟ قول لا لذيذ، بس أنا بعمل له الأشياء اللي بتحبه اللي حتى لو ما أنا يعني إيه لذيذ يا رزان؟ يعني متفاهمين كتير مع بعض. إحنا أصحاب قوي جدا، وبالرغم انه مرات مسايسين اموركم مع بعض. ايه وبتعرفش هلا في جمله بقاله 3 سنين بيقولها لي. ايه ما فاهم شو معناتها، هقول لك اياها لتفسري لي اياها. يلا وانا بفهمها. ده انا جايه هدي النفوس إيه؟ النهارده. لا 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 حبيبي مجنن. قولي. قال لي بصي اللي انت لابساه حلو بس فكري فرام، عرفتي؟ فالكلمه دي بقولها بكثير لطافه. بصي الراجل اللي بيزعق مش هي دي دخلت الست ابدا، وفي كثير ناس قالوا لي يا ببرامجي يكون يعرف كيف طريق. هو عارفه قصده ايه؟ انه وبيقول لك يعني مش عايز ابنكم لما يكبر إيه؟ انه مامته تبقى حد يقول له مامتك بص كانت لابسه ايه. ممكن هو بيقصد ده. ايه فانا هو من النوع الظاهر اللي ما بيحبش يبقى بيواجه، بيديكي بطريقه غير مباشره، ما بيحبش انا بمشي بهالطريقه يخصب عليكي. انا بالعند ما بمشي. طب اقتنعتي ولا لا؟ اكيد طبعا. اكيد حبيبي اتغيرتي فعلا. انا شايفه اهو. ما ليه بقول لك لا والله يعني مش اكسبكتد خالص. بس انا ما بلبس كتير عريان يا رزان. في صور قديمه ممكن بس مش اوفر يا راجل. بس بتعرفي شو بس ماما احنا بنختلف بالحياه. انا ست وانت بتعرفي الباك جراوند تبعي. انت بتزوري لبنان كتير وبتسافري. انا انولدت بلبنان ببيروت. اصحابي بالامريكان سكول نحن ما كنا نشوف القصص ما منش يعني العري ما هو ثقافات وحضارات ومدن ودول، عرفتي؟ يعني انا عرفت لما رحت على لندن بالام بي سي لقيت انه اللي انا بلبسه بلبنان عادي. لا جمهور الام بي سي يمكن ما بيتقبله بوقتها. لما جيت على مصر لقيت انه الشارع المصري لا
له لبس معين. صرت أنا حتى بالزمالك بلاقي الأجانب اللي موجودين بالزمالك بينتبهوا كتير للبسهم بالشارع المصري، لأنه في شارع في ناس ما بدنا نضيقهم، نحن عم نزورهم ببلدهم. ف وبتكبري بالحياة، يعني أنا عم بقول لك في إشي لبستها أنا بقول إنه طب بقول لك على حاجة هلا إنه هيك لألي في كل الحالات أمر. تسلمي يا رب، بشكرك. نشوف الفيديو اللي بعده، يلا فينا اللي بعده. ثانك يو.